السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم بقناتكم قناه بيتكوين العرب. اليوم انا موقع جديد لربح عمله الكاردانو او الادا. طبعا الموقع بيدفع على محفظه الاكسبرس كريبتو الوسيطه بدون حق للسحب وبشكل اوتوماتيكي، وهذا الشيء كثير كويس. طبعا اصدقائي الاكسبرس كريبتو هي محفظه وسيطه مشابهه للفوسيت بي من ناحيه المبدا، كلها يعني صنابير بتتعامل مع هاي المحفظه، بتدفع فيها من الصنابير بتجمع فيها بعدين بتسحبهم على اي محفظه نظاميه انت بتستخدمها. طبعا في فرق ثاني بينها وبين الفوسيت بي، انه الفوسيت بي ممكن تسحب منها بشكل فوري، اما الاكسبرس كريبتو طبعا لها طريقه، في لها نموذج طبعا راح احط لك اياه انا باول تعليق مشان ما تتعذب ولا تتغلب بالموضوع، مشان اخي الكريم تستفاد منها بشكل افضل. طيب ننتقل لتفاصيل هذا الموقع. اول شيء بتسجل محفظه الاكسبرس كريبتو بشكل كامل، طبعا كانك بتسجل باي موقع عادي ما في اي مشاكل، لكن انتبه للكباتشا، فيها احرف صغيره وكبيره باللغه الانجليزيه، حطها بشكل صحيح مشان يسمح لك بالتسجيل. تمام اخي الكريم، بعدين بتروح على كلمه يور يونيك اي دي، بتاخذ كوبي. طبعا الاكسبرس كريبتو بتستقبل دائما عن طريق اليونيك اي دي الخاص فيها، طبعا مثل ما قلنا هي بتستقبل من الصنابير بشكل حصري تقريبا. طبعا بتاخذ هذا اليونيك اي دي، بتنتقل للموقع اللي حكينا عنه، طبعا كمان راح احط لك بصندوق الوصف، طبعا بتضغط على اللينك الموجود كمان بصندوق الوصف بيفتح هذا الموقع بشكل اوتوماتيكي اخي الكريم. بعدين بتجيب اليونيك اي دي الخاص فيك، شايفين اصدقائي، بتحطه بهي الخانه وبتروح على كلمه كليم فري كاردانو. الموقع بيقول لك بيدفع 2000 ادا او 2000 ساتوشي بعمله الكاردانو 60 ثانيه كل 5 ريلودد، يعني كل 5 دقائق رح يدفع لك الموقع، يعني 5 ريلودد. بتروح على كلمه كليم فري كاردانو، طبعا رح يعطينا هون كاباتشا بنحلها، وبروح على كلمة claim your coin، بضغط عليها هيك اخي الكريم. مثل ملاحظين الموقع راح يبلش يعد هاي الكليم واحد، شايفين اصدقائي 60 ثانية راح ينتهوا، بصير يعد كليم اثنين، بس يوصل لكليم خمسة بيدفع لك الموقع. طيب انا راح امشي معكم بالكليمات وحدة وحدة، لكن راح وقف التسجيل يعني كل فترة وفترة مشان بين لكم الطريقة وما اطول معكم بالفيديو. طبعا هيك انهينا الاولى، صار الكليم اثنين، شايفين اصدقائي. كل ما عليك انك تترك الصفحة مفتوحة، ما في اي شيء لازم تعمله. طبعا هيك الكليم الثالثة، شايفين اصدقائي كليم 3، طبعا وهيك الرابعة، شايفين اصدقائي مثل ملاحظين رصيد الوزدرول لسه صفر، بس يكتملوا الخمسة بيجمع لي اياهم هون وبيدفعهم بشكل فوري على المحفظة الوسيطة. طبعا هاي الخمسة كاتب لي صاروا خمسة اصدقائي، دفع لي هاي الكمية او هدول الساتوشيات من عملة الكاردانو، شايفين اصدقائي هذا المبلغ هو 10000 ساتوشي من عملة الكاردانو دفع لي اياهم على الاكسبرس كريبتو. طبعا راح انتقل للاكسبرس كريبتو، راح احدد صفحة الدفعات مشان شاهد الدفعة. طبعا ننزل لتحت، شايفين اصدقائي هاي هي ال 10000 ساتوشي من عملة الكاردانو او الادا، وصلوا بشكل فوري طبعا كل 5 دقائق مثل ما قلنا على محفظة الاكسبرس كريبتو. كل ما علي اني اترك الصفحة مفتوحة ورح يستمر الموقع بيدفع عليه لحتى يعني يخلص اللي عنده مثلا المحسوبين لكل شخص او لكل اي بي محدد. طبعا اخي الكريم كمان اسا عندك رابط لحالي ممكن تستفاد منه، بطلع لفوق شايفين اصدقائي كلمة كويك كليمز عفوا بفتحها بصفحة ثانية بعد ما اكون انا سجلت دخول للموقع بشكل طبيعي من اول مرة، فبلاقي رابط لحالي تحت شايفين اصدقائي مع اليونيك اي دي الخاص بالاكسبرس كريبتو، بلاقيه بالاسفل كمان مشان ادعي الاصدقاء اللي استفادوا من هذا الموقع، وانت لازم تعمل اخي الكريم نفس الشيء مشان نزيد ربحك من هذا الموقع. طبعا اصدقائي كمان راح احط صنابير مشابهه لهذا الصنبور، بتدفع بعملات مثل الدوج كوين وداش وغيره وغيرها مشان تستفادوا اصدقائي عفوا من هذه النوعيه من الصنابير، وتجمعوا اكبر قدر ممكن من العملات الرقميه، كل ما ارتفع سعرها نحن بنستفاد اكثر وبنربح اكثر. في النهايه لا تنسوا اخواني اذا ما كنتم مشتركين بالقناه تشتركوا وفعلوا زر الجرس ودعمونا دائما. دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.